اهلا وسهلا بيكم مواليد برج الميزان، صباحكم سعاده او مساكم سعاده وقت ما يوصلكم الفيديو. شكرا لللايك على الفيديوهات السابقه لشهر يونيو، ان شاء الله زودوا نسبه اللايك عشان تكونوا اول برج ابدا بيه الشهر الجاي ان شاء الله اغسطس. تمام. طبعا مواليد برج الميزان حكمه كوكب حجمه الزهره، هي اللي هنركز على اتصالاتها الشهر ده، وهنركز انت هتكون في اي بيت في الخريطه الفلكيه لشهر يوليو، هنعرف من خلالها ايه اكتر حاجه هتبقى مركز عليها. تمام. طبعا في فئات وليست عشريات، الفئات اللي هم بالميزان الاصلي واللي هم ما بين الميزان والبرج اللي قبله، يعني اول فئه مثلا اللي هم ما بين العذراء والميزان، دول بيبداوا من يوم 22/9 لحد 30/9، دول نقدر نقول ان هم ما بين العذراء والميزان وليس ميزان اصلي. والفئه الثانيه اللي هم من 1/10 ل 21 اكتوبر، دول اللي هم ميزان اصليين، هم دول بقى اللي برج ميزان ميزان. واللي هم من 22 اكتوبر ل 30 31، دول برضو واخدين شويه من برج العقرب، يبقى كده اسمهم ما بين الميزان والعقرب. طبعا على حسب برج العقرب فين في اي بيت في الخريطه الفلكيه اقدر احدد ايه النسبه اللي انت واخدها من البرج ده. وبرضو نفس القصه في عذراء ميزان، نشوف برج العذراء في خريطتك الميلاديه حسب ساعه ميلادك، في خريطتك بقى الشخصية بتاعتك انت. تمام. بنقدر نحدد ايه الصفة بالظبط اللي انت واخدها من برج العذراء. مثلا العذراء عندك مثلا هيكون في البيت التاني وانت برج ميزان شمسي، فده معناها ان انت مثلا او انت اصلا فئة ما بين العذراء والميزان. تمام. بس عندك برج العذراء في البيت التاني، فده معناه ايه؟ ده معناه ان انت واخد من برج العذراء الحكمة بالصرف، تقدر تحط فلوسك في المكان الصح، تفكيرك تجاري بحت، تفكيرك اغلبه مادي. تمام. برضو بناء على كوكب عطارد احدد التفكير ايضا، بس مكان البرج عندك في اي بيت اقدر احدد ايه الصفة اللي واخدها من البرج، الحكمة بالمال، العاطفة الزائدة مثلا، تناقض الشخصية، على حسب ايه خريطتك اقدر احدد ايه الصفة اللي انت واخدها. ده كده كمثال يعني. تمام للتوضيح. طيب بالنسبة بقى لكن برج الميزان عامة بيبدأ من 22/9 لحد 22/10، هما دول الايه يعني البداية والنهاية، لكن الفئات دي هي اللي بنحدد من خلالها ايه توقعات الأبراج أو الخريطة الفلكية بتاعتكم بناء على الفئات. يلا بينا نشوف بقى بالنسبة ليوم 5/7 معاكم. احنا نعتبر خلاص النهارده 5/7، فهنحاول ناخد الوقت النهارده اليوم ده او النهارده 6/7 يعتبر، فيعني نعتبر ناخد بقى ايه من يوم 6/7 افضل لحد اخر الشهر. تمام. طيب الفترة دي ايجابية وسلبية معاك في ايه يا برج الميزان؟ الزهرة هتكون في برج الاسد، هتدي لك هنا الجمال اللافت، الجاذبية، الحضور، الكاريزما، الثقة بالذات، هتدي لك الدعم، هتخليك عندك ثقة بنفسك، مش هيبقى عندك زعزعة، قلة ثقة بالذات، لا الكلام ده بقى مش موجود. انت هتبقى مركز بقى على جمالك، على طلتك، على شكلك، على حضورك بين الناس، على مكانتك بين زملائك، هيبقى تركيزك الفترة دي منصب على ذاتك وعلى جمالك وعلى شياكتك وعلى أناقتك. هتبقى الفترة دي الناس هيلاحظوا ان انت بتحلو اكتر، مشرق اكتر، لان زهرة الاسد، ان الزهرة هنا اللي هي الحاكمة لبرجك في بيت صديق ليك اللي هو برج الاسد، فده معناه ان انت هتاخد استفادة من جانب وجود زهرة في برج الأسد، الجمال، الحضور اللافت، تركز على نفسك، ثقة بالذات، اللي مليان هتخس، اللي مليان هيخس. اللي هنا ممكن برضو لو انت رياضي او ماشي على نظام رياضي معين هتلاقي النتيجة بتبان معاك سريع، او هتبان معاك بشكل اسرع، او لو التزمت فعلا النتيجة هتبان معاك بشكل ادق او اسرع. طيب الفترة بقى دي من 6/7 لحد يوم 10/7، نشوف الظهر هنا اتصالاتها، خلي بالك من السفر هنا، يعني ما انصحش يا برج الميزان الفترة دي تسافر، سواء داخلي أو خارجي، أو تجارة خارجية، طلبة الدكتوراه أو الماجستير أو الدراسات العليا، الامتحانات هنا برضو معقدة بعض الشيء، صعبة شوية، فيها صعوبة إدراك، ركز، زود مجهودك، زود من طاقتك الدراسية، أو زود إدراكك.
لان في صعوبه شويه هنا في اداء الامتحان. برضو الفتره دي لا انصح ب انك تقدم في دكتوراه او ماجستير او دراسات عليا، فتره مش مناسبه لكده. فهيبقى تركيزك الفترة دي يا برج الميزان في شهر يوليو عامة في جانبين، الجانب المالي وجانب الأعمال وتصليح علاقاتك بالأم، أو في مسؤوليات هنا تخص الأم أو الزوجة أنت هتبقى مركز عليها قوي في طاقة شهر يوليو 2023. بالنسبة بقى زي ما أنا قلت لك، تاريخ 6/7 ل 10/7 مش مناسب للتجارة الخارجية أو للسفر بشتى أنواعه، أو إن أنت تقدم عامة على دراسات عليا أو تقدم دراسة في مكان بره، أو إن أنت مثلا تسافر للسياحة من أجل البحث عن فرص عمل. الفترة دي مش مناسبة للخطوة دي معاك للأسف، يفضل بس إن أنت تأجلها عن الوقت ده. نشوف بعد كده فترة من 6/7 ل 10 مساء. تمام. بالنسبة بقى ل 6 يوليو ل 10 يوليو الفترة المسائية، هيبقى تركيزك هنا على الأعمال أو الشؤون العملية والمهنية بتاعتك. هتفكر في مشكلة ما عملية حصلت لك الصبح مثلا، هتحط خطة إنك تحل الأزمة. يعني في هنا أزمة أو مشكلة عملية حصلت لك خلال الفترة الصباحية، فأنت هتبتدي الفترة دي هتبتدي تحل المشكلة دي، أو هتبتدي تخطط إنك إزاي تخرج من الأزمة أو المشكلة العملية اللي حصلت لك. الحاجة التانية إن في حاجة برضو، لأن الزهر هنا عاملة قران مع المريخ في الأسد، قران يعني هما الاتنين في نفس البيت، تمام؟ فده معناه إن في هنا عرض عمل جديد ممكن يجي لك، فانت ممكن تستفز الاداره عندك في شغلك اللي انت فيه الحالي، بان انا مثلا جاي لي عرض تاني، الحل ايه؟ هل ممكن تزودوني ولا امشي؟ يعني هيبقى فيه نوع من اللغه دي مع الاداره هيخليهم يثوروا او يعترضوا، او يحصل هنا نوع من المشاحنه البسيطه بينك وبين الاداره. فالبعض هنا من مواليد برج الميزان هيسيب الشغل خالص وهينقل شغل جديد، وده هيبقى بصراحه قرار متسارع او متهور منك الفتره دي. يفضل ان انت تنتظر الخطوه دي، يعني انتظر، بلاش تستعجل في خطوه ايه النقله العمليه او تقبل العرض الجديد، لانه هيبقى مش مجدي او ممكن تندم او يبقى عواقبه وخيمه، هيبقى خدته نتيجه نبره غضب او تسرع او قرار بسبب رد فعل الحاجه حصلت لك انت في غنى عنها. تمام. فالنصيحة هنا ان تروي، اهدى، خد الامور بمنتهى الهدوء، بلاش تتسرع في انك تاخد قرار انك تنقل من عمل لعمل بسبب طاقة غضب او نرفزة لحظة غضب جات لك ممكن تخليك تاخد قرار متسرع بكده. كمان قران الزهرة مع المريخ في الاسد ده هيخليك الطاقة الرياضية هنا هتزيد عندك، الحماس، الشغف الجسدي، هتبقى مركز على نفسك، على جسدك، على شكلك قدام الناس، على طلتك. هيبقى هنا برضو رياضيين اللي عايزين مثلا جسمهم يبقى مثالي، او عاوزين جسمهم يوصل لعضلات معينة، حاجة ليها علاقة بكده يعني. هيبقى ان شاء الله هنا في نجاح ليكوا في المجال ده. برضو لو انت تشتغل مدرب جيم او مدرب كمال اجسام او مصارع، اي حاجة في مجالات الرياضة، انا شايفة هنا برضو ليك تفوق ونجاحات فيها يا برج الميزان. الزهر والمريخ بتدي لك هذا النجاح، او هذا النجاح في التخصصات دي الرياضية بالذات، حاجة ليها علاقة بالمجهود البدني. لو انت برضو هنا بتشتغل مندوب، بتشتغل حاجة ليها علاقة بمجهود الجسدي أو الرياضة أو الحركة، فهيبقى إن شاء الله شغلك هنا هيبقى طاقتك الجسدية هتساعدك، وهتبقى مستحمل ضغط العمل ده. فالفترة دي معلش نقدر نقول إن الشهر ده هتبقى مضغوط عمليا شوية، وممكن ساعات من كتر الضغط ده يولد الانفجار عندك، فتطلب إنك تنقل من العمل أو تترك العمل، وزي ما تيجي تيجي، أقعد من غير شغل أبقى أشوف فرصة تانية أحسن. حاذر برضو من طاقة هنا زي كده هتبقى سلبية عليك، اتصالات الزهرة هنا مش لطيفة مساء. طيب الفترة دي برضو حاذر من هزة الثقة بالنفس اللي ممكن تجي لك بسبب بقى المشكلة اللي هتحصلك في شغلك هنا، ممكن تخليك تهز ثقتك في نفسك مثلا، أو تخليك تقعد في أفكار سلبية. الكلام هنا للجنسين يعني للمرأة والرجل، بس أنا بعمم بلغة الذكور زي ما زي كل فيديو بقول كده عشان بس إيه بقى الكلام واضح. الفترة دي برضو هنا حاذر برضو من مشكلة تحصل بينك وبين إخواتك، قرايبك، جيرانك، في هنا حاجات برضو استفزازية، يعني ممكن هنا سوء فهم يحصل بينك وبين العيلة، انت تاخد مثلا موقف من اخوانك او من قرايبك او عيلتك، ممكن مشكلة تحصل بينك وبين اخواتك تكبرها، ايه مشكلة تحصل بينك وبين قرايبك فانت تكبر الامور، فهتقرر هنا ان انت ايه
هيبقى عندك طاقة الغضب هنا حتى على القرايب وعلى الأهل زيادة شوية، فيفضل إن أنت تهدى، بلاش طاقة الغضب اللي هتبقى بادئ بيها الشهر كده يا برج الميزان، واهدى عشان وضعك الصحي ما يتأثرش يعني والنفسي. فبرضو حذر هنا من طاقة تخص فتنة عائلية أو مشكلة عائلية ممكن تتسبب في انهيارك الصحي بعض الشيء. طيب نشوف بقى بالنسبة بقى للفترة اللي هي من 10 بقى يوليو ل 15 يوليو صباحا، نشوف ايه الايجابي والسلبي معاك في هذه الفترة. الزهرة هنا قيران في برج الاسد مع المريخ. طيب الفترة دي حلو، مش حلوة للسفر، مش حلوة للدراسات العليا، برضو طلاب الثانوية العامة هنا او الجامعات، ايه عفوا الثانوية العامة او الاعدادي والابتدائي، خلي بالكوا شوية هنا من ايه، انتبهوا شوية من اداء الامتحانات. تمام، خلي بالكوا هنا من اداء الامتحانات، ركزوا شوية، كثفوا مجهودكوا الدراسي، بلاش يعني ايه اضغطوا نفسكوا شوية او زودوا مجهودكوا الدراسي شوية، لان يعني الامتحانات بعض الشيء فيها نوع من التعقيد، فيفضل هنا بس تزود مجهودك الدراسي وان شاء الله يصير خير. برضو الفترة دي حلوة معاك للشراكة، انك تدخل شراكات، حلوة للزواج، حلوة للخطوبة، حلوة انك تطور علاقة عاطفية من مجرد علاقة عاطفية لخطوبة او من خطوبة لزواج. حلو الفترة دي لعقود، امضاء العقود سواء للشراكة او للزواج. اللي مش ايجابي معاك بس هنا فكرة السفر سواء الترفيه او للتجارة او التجارة الخارجية، او فكرة ان انت تقدم في دكتوراه او ماجستير، او ان انت مثلا عاوز تقدم كفيزة سياحة تسافر وتدور على شغل. لا الفترة دي مش هتبقى بصراحة إيجابية معاك في الجانب ده، أجل الخطوة دي من أول 7 ل 10 7. تمام، حتى ال 15 7 برضو ممتدة معاك الطاقة دي، أجل شوية طاقة السفر، هديك تاريخ مناسب إن شاء الله على آخر الفيديو تبعني يكون مناسب للفكرة دي. تمام، يعني الشهر ده كده يفضل بس عدي أول أسبوعين لفكرة السفر شوية، وهديك تاريخ مناسب لكده. إيه طيب نكمل بعد كده. حتى برضو لو انت منتظر تحصل على شهادة الدكتوراه او الماجستير، هتحس ان الموضوع معقد صعب، ايه لازم تعمل ابحاث زيادة، ايه هتحس ان الموضوع مش متيسر معاك شوية. برضو في الجانب ده اجل شوية الجانب ده، او انك تطور من نفسك، تاخد كورسات جديدة. ايه لو عملت خطوة زي دي برضو في الفترة دي من 1 يوليو ل 15، هتحس ان انت بتقدم كورسات بترمي فلوسك او مش هتبقى مفيدة ليك، او شهاداتهم مثلا يقنعوك انها شهادات دولية معتمدة وهي تطلع شهادات نصب او شهادات مش مفيدة ليك اصلا، فيفضل بس تأجيل عشان العكوسات. الفترة دي حلوة للقضايا بقى، يعني لو هنا في حد بيطالب قضية بحاجة اتظلم فيها، يفضل ان انت بقى هنا ايه تطالب بحقك، ارفع قضية طالبي بحقك، ارفع قضية طالب بحقك، بورثك، تاخد قرض من بنك، تاريخ مناسب انك تعمل تأمين على حاجة عندك. برضو الفترة دي حلوة للمشاكل الجنسية، يعني لو حد هنا عنده برضو مشكلة في الجانب ده وفي إجراء عملية ولا حاجة، فإن شاء الله فيها تشافي أو فيها تحسن، يعني مريخ الأسد هيديك التحسن السريع في هذا الجانب يعني. تمام، 10 يوليو مساء بقى لحد 15 يوليو، برضو الفترة دي إيجابيات وسلبيات إيه؟ لا زال برضو الفترة دي حلوة للرياضيين، اللي هم بيهتموا بكمال الأجسام، اللي عايزين يخسوا، اللي بياخدوا بالهم من أناقتهم وشكلهم الخارجي. الفترة دي بس لا زال برضو هنا في احتمال مشكلة مع الأم هنا، أو احتمال سوء فهم يحصل بينك وبين الأم، أو بينك وبين الحما، أو بينك وبين حماتك. حذري من طريقة الأسلوب، طريقة الكلام، هتحسي كده إن أنتي بتنرفزها، ممكن تقولي كلمة مش لطيفة تتفهم غلط فتيجي ضدك بقى وبين زوجك يعني. حذر شوية برج الميزان هنا من طاقة غضب أو نرفزة أو اعتراض على وضع أنتوا فيه. الوضع العملي مستفز بعض الشيء بصراحة، أنا ما أكذبش عليكم، أنا أحب أقول الصراحة، الوضع العملي هيبقى شوية مستفز معاك الفترة دي، فعديه كده على خير، وبلاش تاخد قرارات متهورة تضرك في الصعيد العملي. تمام، فالنصيحة اللي أقدر أقولها لك الشهر ده، بلاش تهور يا برج الميزان على صعيد العمل أو في علاقاتك عامة، أو ما تبقى سريع الحكم، تبقى سريع الحكم وتغضب وتثور وتعترض وفي الآخر يعني تطلع على الفاضي، أو يطلع الموضوع مش مستاهل اللي أنت ضاغط نفسك بيه ده. طيب الفترة دي حلوة معاك للربح المالي، روعة، حلوة الفترة دي بقى إن أنت عندك فلوس حلوة، إيه عاوز تشتري بقى حاجة غالية، عاوز تشتري حاجة هنا باهظة الثمن، عاوز مثلا تاخد فلوسك تحطها في استثمار، عاوز تجيب شقة جديدة،
عاوز تجيب موبايل غالي، اي حاجة هنا تكون غالية. ففكر هنا ان انت بقى ايه، تشتري حاجة ثمينة، تشتري حاجة غالية تقعد معاك لبعدين، حاجة في الجهاز برضو لو انت عريس حاجة غالية، فما تقلقش هتبقى قد تمنها وهتبقى حاجة تستاهل تمنها، مش هتبقى بخسار عليك. او زي ما بيقولوا كده، ابتدي بقى تحويشة العمر كده، طلعها في حاجة تجيب لك مكاسب مادية وارباح. برضو هنا تاجر برج الميزان، انا شايفة هنا برضو ارباح مالية داخلة لك كويسة جدا. لو انت ابتديت تعرض منتجاتك للبيع للشراء للتسويق الفترة دي، في نسبة مبيعات حلوة ليك قوي من 10/7 ل 15/7. تسويق، مبيعات، بتفكر تفتح محل جديد، افتحه في هذه الأثناء، إن شاء الله هيبقى في أرباح مالية داخلة لك كويسة، أو ابتدي بقى طبق الفكرة دي. تمام. طيب الفترة دي برضو لازالت الفتنة العائلية مشتعلة أو لسه مكملة معاك لنص الشهر. حذر برضو هنا من الخلافات العائلية يا برج الميزان، أو سوء الفهم. سوء الفهم، المواقف ممكن تحصل تخليك كده تنفجر غضبا وتقاطع العيلة أو الأهل، تاخد جنب كده، أنا والله ما عايزة حد أو مش عايز حد، خليني في حالي. فيعني صلة الرحم برضو مطلوبة، فخلي بالك من طاقة هنا يا برج الميزان تخصك برضو الفترة دي. تأكيدا برضو هنا إنها حلوة على صعيد المال، في أرباح مالية، في دخل مالي. لو أنت أونر ممكن تكافئ حد بمكافأة مالية، ممكن لو أنت موظف عادي ممكن تاخد هنا مكافأة على شغل عملته بقالك شهور. لو أنت مهندس مثلا خلصت المشروع بتاعك هتكافئ عليه الفترة دي كمثال يعني. تمام. طيب 15 يوليو بقى صباحا نشوف، لازال الزهرة والمريخ هنا قيران. لا عفوا، هنا الزهرة بقى ايه في الاسد والمريخ اصبح في العذراء. تمام، هنا القيران مش موجود. طيب اللي موجود هنا الزهرة في برج الاسد، لا زالت برضو بتدي لك الجمال، الجاذبية، الحضور، التجميل. يعني هنا برضو امرأة الميزان لو بتفكر في حاجة تجميلية ليها علاقة مثلا بتجميل، اغير من شكلي، اعمل حاجة جديدة في شكلي. انا مش بنصح يعني بعمليات التجميل عشان ما اخدش ذنبكم، يعني اللي بيهتم بالمجال ده، لان كده انت بتغير خلقة الله يعني، فانا ماليش دعوه عشان ما اخدش ذنبكم. بس اللي يعني اللي بتفكر في حاجه تجميليه الفتره دي متاحه ليها، سواء رجل او امراه. حاجه برضو ليها علاقه بالدايت، بنظام غذائي، روح لدكتور تغذيه برضو الفتره دي، هتبقي ماشيه على النظام كويس والنتيجه معاكي. الطاقه الجسديه عندك عامه للرجل والمراه هنا من برج الميزان هتساعدكم على الحرق اكتر، هتساعدكم على انتوا تروحوا لنظام غذائي هيبقى مفيد ليكم، والدكتور التغذيه اللي انتوا هتروحوا ليه هترتاحوا معاه، هيبقى اختياركم صحيح وهكذا. طيب الفتره دي حلوه بقى على الصعيد العملي، هنا بقى المشاكل العمليه حل، حل هنا بقى للمشاكل العمليه، انفراجات عمليه بعد ما كان اول اسبوعين كده ضغط واعتراض وطاقة غضب واستفزاز. لا الأمور هنا بقى الحمد لله هتهدى معاك بعد فترة تقلبات عملية. الفترة دي برضو لازالت مستمرة الطاقة بإن لا سفر لا سفر لا سفر للتجارة أو للترفيه أو إنك تقدم في دكتوراه أو ماجستير يا برج الميزان. الفترة دي حلوة للزواج، حلوة للشراكة، حلوة إن أنت توسع من شراكاتك أو نشاطك التجاري. الفترة دي حذر من الصحة شوية، احتمال هنا بعض التقلبات الصحية النفسية، يعني حاذر هنا يا برج الميزان من التقلبات الصحية النفسية وليست الجسدية، حاذر هنا من صحتك النفسية بشكل ما تضغطش على نفسك. ممكن بقى من كتر الضغط، الضغط تنفجر هنا لا سمح الله، تتعرض لأمراض بقى، ضغط، سكر، حاجة بقى ليها علاقة بضغط الأعصاب. بلاش هنا ايه تضغط على أعصابك بزيادة يا برج الميزان، وايه حاذر من الأمراض العصبية هنا او حاجه ليها علاقه بالدماغ. برضو حاذر من الاشعاعات الموبايل على دماغك، يعني ما تحطش الموبايل جنبك وانت نايم مثلا، حط التليفون في مكان بعيد عنك، ما تمسكش التليفون الفتره دي كتير. حاذر من التهابات الاعصاب يا برج الميزان الفتره دي بسبب الموبايل الكتير. تمام. برضو الفترة دي حلوة بقى للإنجاب، هنا بقى حلوة لإنجاب أطفال، عمليات حقن مجهري، أي عملية تخص إنجاب طفل إن شاء الله ناجحة. برضو الفترة دي حلوة لتصليح علاقتك بأطفالك، لو كان في مشاكل بينك وبين عيالك أو في أزمة هنا هتتحل إن شاء الله. كمان أنا شايفة الفترة دي إيجابية معاك هنا للي ما عندهمش مشكلة في إنجاب أطفال، ممكن هنا تفكروا في إنجاب طفل أو في طفل هنا. لو أنت مثلا امرأة برج الميزان وحامل، إن شاء الله الولادة هنا هتبقى سهلة ومتيسرة، وان شاء الله هتبقى متسهله. او لو بتفكروا في انجاب اطفال عايزين يجيب طفل كمان، فالفتره دي حلوه، فكروا في الفكره دي من 15 سنه. تمام. طيب
نشوف بقى هنا 15/7 مساء ل 20/7، الفترة دي إيجابية وسلبية في إيه؟ حاذر برضو هنا، الفترة دي مش حلوة للسفر أو للتجارة أو للسياحة. طلبة الدكتوراه والماجستير أجلوا الخطوة دي شوية، أو إنك تقدم في أي مهارات تعليمية أو كورسات أجل الخطوة دي شوية. كمان القراية دي تناسب طالع الميزان يا جماعة. طيب برضو هنا نشوف برضو، خلي بالك هنا بقى، هنا في استشفاء من طاقات حسد أو سحر أو طاقات سلبية يا برج الميزان. في هنا استشفاء إن شاء الله من الطاقات السامة دي بإذن الله، ما تقلقش بعد مرحلة معاناة منها بقالك فترة يعني، وكانت مأثرة معاك بقى بالمرض، بالصحة، بتعطيل الزواج، بين الأمور معاك يعني، يعني كانت معقدة بعض الشيء تبتدي تتسهل. طيب الفترة دي مش حلوة بقى للتسويق والبيع، يعني 15/7 مساء بلاش بقى تعرض منتجات للبيع، بلاش تسوق، بلاش تدفع فلوس في دعاية وإعلان. لكن الفترة دي حلوة لأن أنت تشتري، عفوا مش اللي هو تشتري حاجة غالية، أو باهظة الثمن، حاجة غالية، حاجة فلوسها غالية مثلا. أقدر أقول لك إن أنت قوم بالخطوة دي وأنت مطمن ومفيش منها أي مشاكل. برضو الفترة دي حلوة للمبيعات، حلوة ان انت تعرض منتجاتك للبيع او الشراء، حلوة برضو لتاجر برج الميزان انه يوسع نشاطاته او يدخل نشاطات تجارية جديدة في نشاطاته العملية. 20/7 ل 25/7 صباحا نشوف ايضا هنا سهم السعادة هنا في برجك يا برج الميزان في البيت التاني. في هنا بقى انا متأكدة ان شاء الله ان سهم السعادة وجوده في البيت التاني، ثواني كده، تمام. سهم السعادة في البيت التاني ده معناه ايه بقى؟ مكاسب مالية، ارباح مالية، حقوق مالية، تكافئ عملية. لو انت في شغل، البعض منكم هنا ممكن يسمع خبر ترقية او مكافأة، او الامور المالية معاه يحس ان الفلوس مثلا فيها بركة، بتوفر في رزقك، بتوفر في فلوسك، في هنا بركة او انفراج لتاجر برج الميزان. برضو هتجيب بضاعة تتباع بسرعة، مهما كانت ملابس بقى، موبايلات، اي حاجة، اي حاجة تدخل فيها هنا تجارة رائعة إن شاء الله، فيها نجاح وفيها مكاسب مالية رائعة. طيب الفترة دي برضو حلوة لتصليح المشاكل بين الزوجين، لو في مشاكل أو خلافات، حلوة الفترة دي لإنجاب أطفال، حلوة هنا للشراكة أو الزواج. برضو لسه لازالت الطاقة مستمرة هنا 25/7 بإن الفترة دي مش حلوة للسفر أو إنك تقدم في دكتوراه أو أي فكرة سفر عامة مش لطيفة معاك. برضو في الفترة دي العمليات الجراحية أو الصحية هنا برضو مش هيبقى نتيجتها إيجابية لو في الفترة دي عندك عملية أو عندك هنا إيه، عمليات جراحية أو عندك حاجة تخص الصحة. حذر من الصحة هنا يا برج الميزان، اعمل فحوصاتك، انتبه على صحتك، لأن هنا احتمال مرض مزمن تعافيت منه أهملت صحتك يرجع بالظهور. لأن بص الزهرة هنا في الأسد عاملة اتصال سلبي مع زحل المتراجع في البيت السادس، فده معناه تراجع في الصحة، بعد ما كنت ماشي كويس الصحة ترجع تتراجع معاك تاني. فانتبه هنا من 20/7 برضو، انا هكتبها لكم ملاحظة مهمة، حذر من تراجع الصحة يا مولود برج الميزان. تمام، طيب نكمل بقى كده. طيب الفكرة التانية برضو الفترة دي حلوة لإنجاب الأطفال، الفترة دي برضو حلوة لتصليح المشاكل العملية، حل المشاكل، الأزمات المادية. لو في بقالك فترة بتعاني من أزمة مالية أو ديون إن شاء الله فيها انفراجات. 20 يوليو سباق مساء بقى نشوف هنا، طيب نشوف اتصالات الزهرة هنا. في بعض هنا من مواليد برج الميزان، لو انت منتظر عملة أجنبية أو منتظر فلوس ليك من دولة خارجية، معلش هيبقى فيها تعطيل أو تأخير بعض الشيء. تمام، حاذر من زميل عمل هنا ليك ممكن يعمل فتنة ليك بالعمل أو يحاول يضايقك، يلاقيك بقى الأسبوع ده بقالك كده إيه، قاعد رايق مفيش مشاكل، يحب يضايقك كده أو يحب يعمل لك مشكلة. برضه الفترة دي حلوة لاستشفاء من حسد أو طاقات سلبية، تنظيف لطاقتك، ممكن تعمل يوجا، تعمل مديتيشن، تمارين تأمل، هتبقى تجيب معاك نتيجة سريعة. والحدث هنا لبعض مواليد برج الميزان اللي قمرهم بالحوت او السرطان او العقرب، نسبة روحانيات والحدث هنا هتبقى عالية. ركز على احلامك وركز على الاشارات اللي هتجيلك من هالفترة دي. تمام، طيب الفترة دي حاذر برضو من الفتنة بين الاخوة والاخوات والقرايب، لازالت مستمرة برضو. في هنا احتمال خلاف عائلي يحصل برضو، ممكن يكبر او انت تاخد موقف من عيلتك، هيبقى مستمر معاك لنص الشهر. برضو الفترة دي حلوة للأرباح التجارية، للمكاسب التجارية، لكن مش حلوة هنا لأن أنت تقدم دعاية وإعلان أو للتسويق.
لكن حلوة ان انت تشتري حاجة غالية او باهظة الثمن، او انت تفتح تجارة في حاجة جديدة ليك. طيب 25 يوليو صباحا، الزهرة هنا بقى متراجعة في الأسد. طيب احتمال هنا من بعض مواليد برج الميزان يهمل في نفسه شوية، يعني احتمال انت هنا بقى ايه تهمل في نفسك شوية بسبب ممكن هنا قضية تخسر فيها تسبب لك إحباط، قرض تطلبه من بنك ما يظبطش معاك. معلش يعني الفترة دي بس مش إيجابية معاك شوية، حذروا بس من تراجع الزهرة في هذه الفترة يعني. تمام. طيب برضو الفترة دي حذروا من تراجع الصحة، يعني بعد ما كانت الصحة زي الفل، الطاقة الجسدية كويسة، هتبتدي بقى تتراجع هنا بعض الشيء. حذروا بس من ايه، من اهمال الصحة. الفترة دي حلوة، الميزة اللي فيها في انجاب اطفال او تصليح علاقاتك باطفالك او اولادك. الفترة دي حلوة للأرباح المالية زي الفل، يعني تراجع الزهرة برضو مش هيأثر معاك على الصعيد المالي. وكمان القمر هنا هيبقى في الميزان 15/7، القمر هنا في الميزان، فده هيضيف لك شوية، هيطفي تراجع الزهرة، يعني هيخلي تراجع الزهرة ما يأثرش عليك سلبا بنسبة كبيرة. قمر الميزان هنا هيدي لك بقى ايه، النور، البصيرة، الإشارات اللي تقدر تمشي عليها في صرف المال، إيه حكمة صرف المال، هتبقى بلاش ايه تتردد، يعني ما تقلقش، ما فيش خسائر مالية من حاجة انت ممكن تشتريها غالية لا سمح الله، او حاجة زي كده إيه، من حاجة غالية مثلا مش هتأثر على مادياتك. قمر الميزان بقى هينقذك شوية من تراجع الزهرة، هيخلي الفترة دي حلوة للزواج، للشراكة، للعقود أو للخطوبة. إمضاء العقود هنا ما تقلقش منها، امضي وانت مطمن. حلوة الفترة دي للسفر، أخيرا جه التاريخ المناسب ليك يا برج الميزان بقى هنا للسفر، يعني السفر هنا بقى من بداية 25/7 ل 31 حلو معاك، هيبقى متسهل، هيبقى متيسر، مش هيبقى فيه عكوسات. برضو هنا التاريخ ده مناسب للقضايا، يعني قمر الميزان هنا هيدي لك انفراجات كتير. هل السفر بعد ما كان في فترة تعقيد في الأمر ده هيبقى متيسر، هيبقى متسهل. الفترة دي حلوة أيضا لإنك تطالب بحقك أو تاخد قرض من بنك 25 يوليو صباحا. تمام. حلوة الفترة دي إنك تعمل تأمين على حاجة عندك. برضو الفترة دي حلوة لتصليح الخلافات أو المشاكل مع الأم أو المشاكل العملية. حذر بس هنا من طاقة صديق بيغير منك أو مش بيتمنى ليك الخير، حاضر هنا من طاقة صديق كده. الفترة دي مش مناسبة ان انت ايه يعني هجيبها لك، لو انت عندك موهبة فنية مثلا وعاوز تشتهر فيها، لا الفترة دي مش مناسبة لكده. الفترة دي حلوة معاك برضو انك تحط فلوسك مع صديق وتدخلوا تعملوا بيزنس مع بعض، هيبقى ناجح جدا. الفترة دي حلوة برضو للانفراج للمسجون مقابل غرامة مالية بسيطة جدا، هتطلع من السجن ده أو قضية لا سمح الله كانت واصلة معاك حتى لو لإعدام، أو كانت في ظلم هنا هيكتشف إن أنت اتظلمت فهتطلع من القضية دي أو في انفراج ليك هنا. برضو الفترة دي حلوة معاك على صعيد الدعاية والإعلام بقى هنا، أو إن أنت تدفع فلوسك في تسويق، مش هيبقى الموضوع مكلف معاك أو مش هيبقى فيه خسارة زي الفترات اللي قبل كده. نشوف أيضا زهرة، الزهرة لازالت هنا في الأسد متراجعة. طيب الفترة دي بقى برضو تكملة حلوة ليك في السفر، هيبقى فرص السفر هنا حلوة معاك قوي، هتبقى فرص سعيدة، فرص مناغمة، فرص مناسبة من تاريخ 20 ل 25 سبعة، حلوة للسفر معاك. برضو الفترة دي حلوة للشراكات مع الأصدقاء، حلوة للتشافي من الحسد والطاقات السلبية. برضو الفترة دي حلوة برضو لشراء الأشياء الثمينة، الفتنة العائلية والخلاف العائلي لازال مستمر معاك لآخر الشهر. 31 يوليو بقى صباحا، نشوف تراجع الزهرة هنا إيجابي وسلبي في إيه. طيب تراجع الزهرة هيخفف شوية طاقة السفر اللي كانت في بداية الشهر مش مقبولة، هتبتدي هنا الطاقة تتسهل أو تتحسن أكتر معاك عن أول الشهر. طب السفر هنا للسياحة، سفر هنا تقديم دكتوراه ماجستير، تقدم كورسات، عاوز تاخد حاجات تأهيلية تدريبية إن شاء الله تبقى ناجح فيها. برضو الفترة دي بقى مش مناسبة، 31 يوليو صباحا الشمس هتبقى دخلت الأسد في الوقت ده، ومن قبلها كمان، يعني الشمس هتبقى دخلت الأسد بالظبط من يوم 23/7 بشكل أدق يعني. فالفترة دي أنا شايفة الانفراجات معاك أحسن عشان الشمس في الأسد من بعد 22/7. فالزهرة هنا
بتدي لك صلاحية السفر، صلاحية التجارة الخارجية، صلاحية ان انت لو ليك فلوس بره ان شاء الله تاخدها بزيادة او بمكسب، او هتبقى اجراءاتها متسهلة انك تاخدها. لو ليك صديق مسافر ممكن تدخل معاه شراكة، هو في بلده وانت في بلدك، فيبقى الموضوع مربح ومكسب ليك. برضو الفترة دي حلوة للزواج، للخطوبة، لسه الطاقة دي مستمرة معاك لأول الشهر، انا شايفاها برضو الفترة دي حلوة. حاذر من الصحة، يعني يا برج الميزان هنا حاذر من الصحة، حذر من طريقة أكلك، مواعيد نومك، ظبط مواعيد نومك وهكذا. برضو الفترة دي حلوة لتصليح المشاكل أو الخلافات اللي بينك وبين أولادك وأطفالك، رفه عن نفسك، دلع نفسك بقى، ابتدي كده ايه، التقط أنفاسك، سافر، استمتع، اخرج، خد ولادك وسفرهم. يعني الفترة دي فيها انفراجات بشكل كبير عن بداية الشهر معاك يا برج الميزان، قد طاقته مقفلة معاك شوية، هتتفتح معاك أكتر لما الشمس تبقى في الأسد في برج صديقك برج الأسد. طيب نشوف هنا زهرة الأسد، تمام، متراجعة برضو لا زالت. الفترة دي حلوة للدعم المالي من صديق، ممكن تدخل شراكة مع صديق، تبتدي بقى هنا تنمي أهدافك أو طموحاتك، أو تبتدي تفكر إنك تنمي طموحاتك وأهدافك دي. الفترة دي برضو حاذر من حد يقلل ثقتك في نفسك، حاذر من طاقة حسد هنا تتجدد لك، أو حد يحاول يعني يحبط من ثقتك بذاتك. احتمال هنا برضو بعض اجراءات السفر البعيدة هتتسهل، بس بعد شوية تعقيدات، بعض الشيء بسيطة بس هتتسهل. حلوة الفترة دي للدعاية والاعلان والتسويق والمبيعات، هتحقق التارجت بتاعك، هتقدر توصل لايه، مستواك التسويقي اللي انت منتظر. برضو الفترة دي برضو الفتنة العائلية مستمرة معاك لشهر 7 كله يا برج الميزان، حذروا بس من طاقة تدخلات عائلية هنا من اخوة او اخوات تزعزع العلاقة بينك وبين أهلك، أو بينك وبين قرايبك، أو بينك وبين أخواتك. فتنة هنا، خلاف في الرأي، حد يقول عليك حاجة أنت قلتها وأنت ما قلتهاش، حذر برضو من طاقة خلاف هنا ليك على الصعيد العائلي. تمام، تمنياتي ليكوا بالسعادة، ويلا بينا ندخل بقى على القراية العاطفية لبرج الميزان لهذا الشهر. تمام، القراية العاطفية بقى هنا برج الميزان، رجل برج الميزان العازب اللي مش في علاقة عاطفية خالص، واضح كده إن أنت انفصلت من علاقة عاطفية وكان عندك أطفال، انفصلت في طلاق هنا. العازب برج الميزان خلاص طلق فبقى عازب يعني، تمام، بسبب هنا كفة الانجذاب كانت مش متبادلة بينك وبين الزوجة، حسيت انك استعجلت في الجوازة دي، وكمان جبت اطفال، واحتمال البعض جاب توأم كمان، فانت حاسس ان انت دبست نفسك في القصة دي. فخلاص بعد مرحلة بقى بتتشافى من التجربة الأليمة دي، عندك هنا توأم روح، او عندك هنا قصة عاطفية جديدة هتبتدي تدخل حياتك في شهر يوليو، هتبقى تعويضا ليك على العلاقة السامة دي. او هنا برج ميزان هيتعرف على امرأة مطلقة بأطفال، وانت هتحس ان الموضوع ده مش يعني هيبقى صادم ليك، هترتبط بامرأة هنا عندها اطفال ومطلقة وانت عازب مثلا، لكن انت شايفها توأم روح وخايف للموضوع ده يعمل مشكلة عائلية بعد كده مع الوقت، فهتكمل وهتمشي ورا قلبك يعني. ده خلال شهر يوليو الطاقة دي، نشوف الشهر الجاي هتوصل لإيه مع المرأة دي. طاقة أخرى هنا لبرج ميزان، احتمال أنت هتعاكس بقى كده، ويعني اللي هو إيه، في حد كده عاجبك داخل دماغك يعني، شايف إن هي دي اللي تستحق الحب، أنا لقيت الست اللي تناسبني. وعندك خطوبة هنا أو زواج، أو أنت أصلا عاوز تدخل الموضوع جد على طول، يعني في زواج على طول أنا شايفه. ده بقى يا اما خطوة خطوبة، يا اما انت جاهز ومستعد ماديا، البنت دي هتوقعك من اول نظرة وهتاخدك لجواز على طول. في طاقة تانية هنا لبرج ميزان، واضح ان انت ليك علاقة هنا بصديقة، او افسرها اكتر ثواني. طيب في تصالح ليك مع علاقة هنا عن طريق الاصدقاء، يعني ممكن تكون انت انفصلت عن امرأة كنت بتحبها جدا، والعلاقة دي كنتوا يعني آمنة والعلاقة دي كانت سعيدة، واضح ان في تدخلات هنا من اصدقاء بسبب غيرة منهم فرقوا العلاقة دي، فانت انفصلت عن هذه المرأة وهي كمان. انا شايفة العلاقة دي راجعة لعودة بعد انفصال او بعد ايه، انهيار. في العلاقة دي هتتصالحوا بس هيبقى بشكل سري، اللي هو بقى من غير ما نعرف حد، من غير ما نقول لأصدقائنا، من غير ما نقول للي حوالينا، عشان طاقة الحسد والغيرة هنا ما تبقاش موجودة تاني. فانا شايفة الطاقة دي كده ايه، هترجعهم، لان المشكله هنا كان ليها علاقه بالثقه، في اصدقاء كانوا بيغيروا من العلاقه دي فهزوها، هزوا الثقه بينك وبين شريكتك، فانت هتقرر تبعد وهي كمان، هترجعوا تتصالحوا يا اما عن طريق حد من الاصدقاء ويبرر الموقف اللي حصل، او هيبقى الرجوع بشكل سري من غير ما تعرفوا حتى، عشان حسيتوا ان الموضوع كده ليه علاقه بالغيره، او في حد بيغير من رجوعكم لبعض او من العلاقه دي، فحب يعني
يدخل السم في العسل كده، ففرق ما بينكم، وده كان هدفه او ده كان مراد الصديق ده او الصديقة دي. نشوف ايضا هنا طاقة اخرى، ندخل بقى على امرأة برج الميزان العزباء. طيب امرأة برج الميزان العزباء بقى اللي مش في علاقة عاطفية، في تعارف جديد هيدخل حياتك وحب جديد هنا، والتعارف ده احتمال يا بدأ من أواخر الشهور اللي فاتت، شهر 6 أو 5، أو أنت لسه هتبدأي تعرفي الشخص ده في شهر إيه؟ يوليو. الشخص ده إن شاء الله هيبقى توأم روحك أو الإنسان اللي أنت تتمني إنك تتبادلي معاه الحب والإعجاب، وهو كمان هيطلع نفس القصة، هتبقوا معجبين سريين لبعض وهتبتدوا تتعرفوا وتصارحوا بالمشاعر لبعض، هتبتدي بقى خطوة تعارف هنا، وفي حب جديد خالص. يعني أنا شايفة هنا في ناس بيتعرفوا من الشهر اللي فات، لأن عندي هنا ألوفات برج الميزان، في ناس بيتعرفوا هنا من الشهر اللي فات، هيبدأوا يتقربوا من بعض أكتر، لأن أنتوا توأم روح لبعض خلاص، أنتوا نص التاني لبعض، فالعلاقة دي هتتطور أكتر، هتتجدد بقى في اعتراف بالحب بقى، والعلاقة هنا هتقوم على أساسيات ثابتة وفيها سعادة، وإن شاء الله العلاقة دي كمان خلاص، يعني أنت قابلتي توأم روحك هنا يا امرأة برج الميزان. في علاقة تانية هنا هتكون جديدة بقى يا برج الميزان، دي طاقة أخرى، حب جديد هيدق بابك، مش هتبقي عاملة له حساب ولا هتبقي أصلا قاعدة مستنية حب، ده هيجيلك كده فجأة عن طريق شخص هيغزلك، هيعكسك، هيقابلك صدفة، فهيحصل هنا نوع من الغزل هيخليكي تنشدي لهذا الشخص وتديه فرصة القرب منك. في أمر آخر هنا لامرأة برج الميزان، في أنتي متعلقة بشخص لسه من الماضي وانسحبتي من العلاقة دي، وقدرتي نفسك واحترمتي ذاتك وانصرفتي عن هذا الشخص، بعدك بقى وانسحابك ده خلاك تزيدي في نظر هذا الشخص وحس بقيمتك في عينيه، فالشخص ده متعلق بيك لسه، هيرجع العلاقة بينك وما بينه تاني عشان بيحس ان انتوا كده كأنكم علاقة حب من الطفولة او مكتوبين لبعض من وانتوا صغيرين. في امرأة برج ميزان هنا، واضح ان انت كنت مخطوبة لشخص كنت بتحبيه حب حقيقي وانفصلتوا بسبب الاختلافات، يا اما اختلافات هنا ليها علاقة بان هو متشدد وانت متفتحة، او انت متشددة دينيا وهو متفتح، على حسب بقى، المهم في اختلافات يا سنية يا عمرية يا بلاد، ده اللي خلى العلاقة دي هنا كانت رايحة للخطوبة باظت، فالشخص ده هيرجع يقولك اديني فرصة تانية، وهيبتدي يقوم بخطوة الخطوبة معاكي او الاستقرار، والعلاقة دي ان شاء الله رايحة للسعادة. طيب نشوف بقى منفصل رجل برج، عفوا انا مرتبط، رجل برج الميزان، رجل برج الميزان بقى المرتبط. طيب رجل برج الميزان اللي في علاقة عاطفية، انا شايفة هنا علاقة اتفرقت بسبب دخل مالي او صعوبات مادية خلت اهل البنت دي رفضوك، تمام؟ فالبنت دي هترجع تقول لك انا حبيتك او اديني فرصة، انا هستحمل، هصبر هستحمل الظروف دي، هقف قدام اهلي، اديني فرصة تانية، لان واضح ان البنت دي انت تقدمت لها واهلها رفضوك وهي ما وقفتش معاك كفاية، حسيت كده ان اهلها قدروا يأثروا عليها، ممكن تكون الست دي من برج السرطان، فانت انسحبت من العلاقة دي، يعني حسيت انها ما وقفتش جنبك، مش جدعة معاك، فدي حاجة خلتك كده ايه، تسحب نفسك من العلاقة دي. لكن انا شايفة البنت دي هتحاول تسامحك او هتقول لك سامحني او اديني فرصة تانية، انا بحبك انا عاوزاك، ففي عودة للعلاقة دي تاني، يعني في فرصة تانية للعلاقة دي وتصالح بعد ان الموضوع باظ او يعني وخرب، زي ما تقول كده كانت فترة ضغط عليك، بيشوفوا فعلا انت بتكذب ولا ظروفك فعلا كده، فهي هتكتشف انها مش قادرة تبعد عنك، هترجع تصلح العلاقة دي معاك تاني. في طاقة هنا لرجل برج ميزان مرتبط، انت مرتبط بواحدة كانت صديقة ليك او كانت زميلة عمل مثلا، انت متفائل بالعلاقة معاها لكن للأسف خذلتم وبعدتوا عن بعض، فالعلاقة دي انا شايفة الارتباط بينكم هنا قوي، عرفتوا بعض عن طريق اصدقاء مشتركين، فالعلاقة دي انا شايفاها كان ممكن تكون انت من بلد وهي من بلد، فالعلاقة دي هنا بعد ما كان في شوية خلاف بسيط بينك وما بينها هترجع تتصلح تاني، او الارتباط هيرجع يقوى اكتر بينك وما بينها. شايفة ايضا هنا ليه مرتبط برج الميزان، في علاقة حب حقيقية هنا انت متعلق بيها جدا، والمرأة دي منتظراك، وانت ان شاء الله على اخر الشهر ده او الشهر الجديد هتبتدي بسبب الحب ده حقيقي فعلا ومتبادل بينك وبينها، هتبتدي ترضي ثمرة صبر هذه المرأة عليك في العلاقة بان انت تخطبها او تتقدم لها رسمي. ده بالنسبة لرجل برج الميزان المرتبط. نشوف بقى مرأة برج الميزان المرتبطة في علاقة عاطفية. امرأة برج الميزان بقى اللي مرتبطة، كلامها هنا كتير، واضح ان اللي متابعيني برج ميزان هنا امرأة مرتبطة، يعني واضح ان انت هنا ايه، مرتبطة بشخص في العمل، او الشخص ده مثلا بينك وبينه شغل او بينك وبينه عمل مثلا، انت متعلقة بيه
وعبرتوا عن مشاعركم لبعض، بس المشكلة في العلاقة هنا أزمة ثقة. انتي مثلا عاوزاه ياخد خطوة انه يتقدم لأهلك، ووضعه المالي مش مرتاح، فانتي هتحرري نفسك من العلاقة دي. اللي انتي هتعمليه الشهر ده بقى ان انتي الشخص ده هتعملي له اختبار ثقة بان انتي هتسحبي نفسك من العلاقة دي عشان يعمل خطوة المبادرة للزواج منك من الأهل. فده اللي انتي هتعمليه مع الشخص ده الشهر ده. الحاجة التانية هنا ان في امرأة برج ميزان مرتبطة بشخص توأم روح ليها، اتعرفتي عليه عن طريق الأصدقاء أو هو أصلا من محيط أصدقائك. في هنا احتمال صديقة تتدخل بالصلح بينك وبين الشخص ده، لأن انتي هتبعدي عنه وتسيبيه، تمام، وهتبقي عاوزة ترجعي له، لأن واضح ان انتي هتسيبه بعض بطريقة جارحة. لأن يعني هنا مرتبطة امرأة ميزان هتترك شخص هي بتحبه جدا بسبب اختلافات، فانتي هتحسي ان انتي تسرعتي في هذه الخطوة، ففي صديقة هنا هتستعيني بيها أو صديق بتثقي فيه هيكون ليه دور الصلح في هذه العلاقة وترجع تتصلح تاني، لان انتوا مهما بعدتم بترجعوا لبعض تاني، انتوا توأم روح لبعض، فما تقدروش تبعدوا عن بعض بسهولة. الارواح بتتكلم او في هنا تواصل عن طريق الروح بالحبال الطاقية بتوصله وتوصلك، فما تقدروش تبعدوا عن بعض، ففي رجوع لهذه العلاقة رغم الاختلافات. طيب يعني ما اقدر افوق، وممكن هنا انتوا توأم روح مختلف مش متشابه، تمام. طيب في هنا طاقة أخرى لامرأة برج ميزان مرتبطة، في انتي علاقة عاطفية لسه داخلة فيها جديد، حب جديد هنا متفائلة بيه، في انجذاب قوي واستلطاف، بس العلاقة دي عشان توصل للزواج أو الارتباط تخلصي من طاقة العند أو السيطرة اللي انتي بتطبقيها على هذا الشخص، أو الشخص ده هو اللي بيعاند وداخل بطاقة سيطرة عليكي، وانتي مش بتحبي الشخص اللي ايه يديكي شروط أو يمشيكي على قوانين في العلاقة العاطفية يعني. فمشكلة العلاقة هنا تجنبه السيطرة أو العند عشان العلاقة تبقى سلسة معاك. نشوف أيضا هنا منفصل رجل برج الميزان المنفصل بقى. رجل برج الميزان المنفصل، في هنا أنا شايفة رجل برج الميزان انفصل عن إنسانة بيحبها جدا بسبب عند. إيه حكاية العند معاكم؟ في هنا حب سيطرة، انت الست دي مثلا سبتها عشان عايزة تسيطر عليك، لاغية مثلا شخصيتك، فانت ما حبيتش النوع ده من العلاقات، فانت انفصلت عن هذه المرأة بسبب طاقة عند وغلبت قلبك ومشاعرك، فانفصلت عن هذه المرأة رغم ان انت بتحبها جدا. يعني انت حررت نفسك بالعلاقة دي وخدت قرار ان انت تسحب نفسك، والصدمة بقى هنا تردد برج الميزان هيشتغل، فانت هتجدد العلاقة دي تاني. يعني رغم ان انت حسيت ان المرأة دي مسيطرة، بعدت عنها، قلت تختبر مشاعرك كده تشوف هقدر ابعد ولا لا، اللي هيحصل بقى ان انت هتعمل مجهود هنا ترجع العلاقة دي، وفي هذه الاثناء برضو الانسانة التانية اللي انت تركتها هتبقى في نفس اللحظة بترجع لك، او انتوا الاتنين كده حاسين ببعض، فالعلاقة دي هترجع تاني رغم وجود حب السيطرة هنا هو اللي دمر العلاقة بينك وبين هذه المرأة، تمام. طيب نشوف رجل برج الميزان المنفصل، رجل برج الميزان المنفصل، نشوف طاقة أخرى هنا. إيه موضوع السيطرة والعند معاكم؟ طيب في هنا رجل برج ميزان انفصل عن علاقة حب من الطفولة، يعني ممكن تكونوا من وانتوا أطفال بتحبوا بعض، أو انتوا العلاقة دي كأنكوا عارفين بعض من زمان، من أول ما شفتها كده حسيت إن انت عارفها من وانتوا أطفال. العلاقة دي حب حقيقي وراجع عليها فرصة تانية، لأنه واضح برضو سبب الانفصال هنا عند بتحبوا بعض وبتموتوا في بعض جدا، بس في طاقة عند هنا هي اللي خلت العلاقة دي تقف أو ما تكملش، فأنا شايفة العلاقة دي رغم العند هترجع. دي طاقة متكررة برضو معاكم، وموضوع العند مش عارفة ايه المشكلة. نشوف رجل برج الميزان المنفصل، واضح ان انت كنت في علاقة عاطفية سامة، كنت متزوج من امرأة نرجسية سامة، والمرأة دي هتحاول معاك الفترة اللي جاية دي بكل الطرق انها ترجع الزواج بينك وما بينها تاني، او ترجع الجاذبية بينك وبينها تاني بكل الطرق، لكن انت مشكلة عندك هنا ازمة ثقة، فهتقول لها انا هحطك تحت الاختبار فترة، او انا هحاول هديكي فرصة بس هقيم العلاقة دي معاكي، لان مشكلة العلاقة هنا هزة ثقة، كنت متزوجين هنا وانفصلت والزواج ده هيرجع تاني، فانت عاوز ترجع على اساس عايز تحس بالأمان عشان تقدر ترجع العلاقة دي تاني، فهتشترط عليها إن في اختبار ثقة هنا هيحصل منك ليها عشان ترجع العلاقة دي تاني، لأن أنت متردد ومش عاوز ترجع للعلاقة دي، خايف رغم إنك بتحبها بس عندك طاقة خوف شديدة هنا.
طيب بالنسبة بقى لامرأة برج الميزان المنفصلة، امرأة برج الميزان المنفصلة، واضح ان امرأة برج الميزان هنا انفصلت بسبب طلاق، بسبب تدخلات عائلية. ممكن تكوني مرتبطة برجل برج سرطان او رجل حوت او رجل برج ثور. ممكن يكون برج من الابراج دي فيه هنا تدخلات عائلية حصلت، خلت العلاقة بينك وبين زوجك يحصل فيها نوع من الصمت أو الانفصال المؤقت، لكن العلاقة دي إن شاء الله راجعة تاني، لأن المشكلة هنا مش أنتي والزوج خالص، المشكلة هنا تدخلات من أطراف خارجية هي اللي زعزعت العلاقة دي. بس أنا شايفة المشاكل دي هتتحل والعلاقة دي هترجع تاني، لأن أنتوا توأم روح لبعض أصلا. نشوف أيضا منفصلة امرأة برج الميزان المنفصلة أو المطلقة، في عودة زواج هنا بعد انفصال، لأن الشخص ده هيعمل مجهود، هيجيبك هيجيبك، شعاره هجيبك هجيبك، بيحبك جدا، وده كان زوج ليكي أو العلاقة دي كانت رايحة الجواز والموضوع باظ أو هرب، هيعمل مجهود عشان يثبت لك إنه راجع جواز أو راجع عشان فعلا بيحبك وعاوز يتزوجك. في امرأة برج ميزان أيضا منفصلة هنا، في قعدة معاتبة أو مصارحة من شخص كنتي مرتبطة بيه وعندك منه أطفال. الشخص ده عاوزك تسامحيه وعاوز يرجعك تاني عشان في بينكوا أولاد وأطفال، وعاوزك تلموا الأمور والمشاكل اللي حصلت عشان الأطفال أو الأولاد اللي ما بينكم. في طاقة هنا إيه، رجوع علاقة عاطفية أو أم لأطفال، يعني ام امرأة برج ميزان عندها اطفال من زوج وانفصلت عنه، هيطالبها بالرجوع عشان الاطفال، والعلاقة دي برضه هترجع. هنا نشوف برضه هنا طاقة، نشوف بقى المتزوجين من برج الميزان، المتزوجين برج الميزان. طيب في هنا متزوجين برج ميزان تصالحوا قريبا، او اللي هما بقى كان عندهم مشاكل اسرية، هنا في صلح ورجوع لهذه العلاقة لان انتوا توأم روح لبعض. في تجديد طاقة زواج أو فرح هنا بالسفر. شايفة أيضا هنا المشكلة بين متزوجين برج الميزان بسبب صعوبات مادية أو دخل مالي، وكانت العلاقة رايحة للانفصال بسبب عدم مسؤولية الزوج هنا بالمصاريف، فالعلاقة هنا هترجع تستقر تاني لأن فعلا في حب قوي، بس قلة المسؤولية أو الفلوس هنا، أو مثلا كان عاطل عن العمل، قاعد مكسل مش بيدور على الشغل، فأنتي سبتيه عشان تضغطي عليه، ففي طاقة رجوع لطاقة هنا يخصها الكلام ده. في برضو يعني متزوجين برج الميزان مشكلتهم العند والسيطرة، برضو المتزوجين هنا في عند. طيب متزوجين برج الميزان مشكلة العلاقة بينك وبين زوجك دايما الخلافات تحصل بسبب عند، عند وتصميم على الرأي وتنشيف راس سواء الرجل أو امرأة، هنا الكلام للجنسين. فالعلاقة دي هتحسوا يعني الشخص اللي بيعاند هنا أكتر هيحس ان عاوز يخلي الامور تمشي سلسه. انا حاسه هنا يا امراه برج الميزان اللي هتعمل كده، او رجل الميزان هيسيس اموره مع زوجته يعني عشان الامور ما تكبرش. هتقول بقى ايه، خلينا انا عاقل او خلينا انا عاقله والم الامور معاه وبلاش عاند عشان المشاكل بينا ما تكبرش او تزيد عن وضعها الحالي. نشوف ايضا طاقه للمتزوجين برج الميزان، نشوف هنا المتزوجين برج الميزان لا تنسوا اللايك عشان تكونوا اول برج ابدا بيه الشهر الجاي، وقدروا ان انا بديكم والله من وقتي رغم ان عندي شغل، بس ايه عيوني ليكم يعني. طيب هنا امرأة برج ميزان متزوجة، العلاقة قد رايحة لطلاق لا سمح الله بسبب تدخلات عائلية، لكن ان شاء الله العلاقة دي راجعة تاني، وفي قوة الانجذاب الروحي والجسدي قوي بينك وبين الزوج هنا، فالعلاقة دي هترجع رغم الاختلافات، عيلتك غير عيلته، كانت العلاقة دي من البداية اصلا كاختيار زواج ما كانش صح مثلا، او اهلك ما كانوش موافقين تسافري البلد التانية فانت اتجوزتيه عند، او العكس، لكن العلاقة دي فيه لازم قعدة عتاب او مصارحة هنا عشان العلاقة دي ترجع، وده اللي هيحصل خلال هذا الشهر. هتقعدوا تتكلموا تتعاتبوا تتحاوروا مع بعض، وان شاء الله العلاقة دي هترجع تاني للتوازن او للصلح بعد مرحلة ان انت اتحررتي خلاص من العلاقة دي او كانت رايحة للطلاق، لان فعلا العلاقة دي من الاول كان اختيارها غلط، بس للأسف برضو انتوا هتقرروا لم الشمل والرجوع، يمكن عشان بينكوا أطفال جايز، فده اللي هيخليكم ترجعوا لبعض تاني. نشوف أيضا لسه في دقايق، نشوف برضو متزوجين برج الميزان، في هنا احتمال لبعض مواليد برج الميزان في ابن من أبنائك، في خطوبة هنا أو زواج لأحد من أبنائك هيخلي البيت سعيد، البيت فرحان، في زغاريد، في انبساطات،
هنا هتخلي العلاقة بينك وبين زوجتك أحلى أو أسعد، هتفتكروا بقى ذكريات الزواج القديمة، هتسترجعوا ذكرياتكم العاطفية، وكمان احتمال للبعض هنا تطلعوا شهر عسل، انت وابنك اللي هيتجوز ده او انتي او ابنك اللي هيخطب، ده هيخلي الاجواء هنا سعيده وفرحه باذن الله. وفي هنا برضو احتمال لبعض مواليد برج الميزان زواج لاحد ابنائه، فانتوا طالعين شهر عسل، وهو كمان او ابنكم او ابنك او بنتك، انتوا الاثنين هتبقوا في الطاقه دي، فده هيضيف بهجه وسعاده على جو البيت. ربنا يسعدكم دايما، وان شاء الله دايما اكون عند حسن ظنكم. لا تنسوا اللايك والشير، شهر سعيد عليكم، و إن شاء الله أبدأ بيكم شهر أغسطس لو أنتوا أعلى نسبة لايك. مع السلامة يا برج الميزان.